حبينا نشارك في احتفالات عيد القاهرة القومي زي كل سنة، وزي ما انت شايف الأجواء معنا الرياضي، هيبقى فيه ماراثون للجري بإذن الله وفي دراجات. شباب البرلمان، شباب برلمان مصر مشارك معنا النهاردة، وفريق التطوع بالمركز مشارك برضو كمان، وطبعا فريق الجولة والجولات والمرشدات، وطبعا عشان معنا كمان تشجيع من دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، دايما بيشجع الشباب وبيحفزهم في سبورت الحاجات كتيرة. طبعا دكتور سيد حزين مدير المدرية بيشجعنا ان ننزل ونشارك، فالشباب على طول هنا دايما مشاركين في كل الاحتفالات الخاصة بوزارة الشباب والرياضة.